والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. نتناول في هذا البرنامج شرح أحاديث الإمام البخاري التي جمعها في صحيحه، والذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى كما قال أهل العلم. ونتناول هذه الأحاديث بالشرح والتوضيح والتبيين، ونذكر فيها أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث، وكذلك نذكر مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في هذه الأحاديث. أخواني الكرام أخواتي الكريمات، ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام البخاري. وكنا قد وصلنا في شرح كتاب الأدب، وحديثنا هذا حديث أنس الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. في لفظ آخر الحديث: وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ثم يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ثم يقول: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا الحديث. إذن هذا الحديث أخواني الكرام أخوات الكريمات يبين لنا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يعمل لديه من الخدم. وكلنا الآن ما يخلو بيته من عامل، من سائق، من عاملة، أو في المؤسسة، أو في الشركة، أو في المكتب، أو في العمل، من يعمل لديه، من يخدم لديه، من يصب الشاي، من ينظف، من يغسل. فهؤلاء أنت تتعامل معهم كل يوم، فكيف هي معاملتك لهؤلاء؟ هل هي بالسب؟ هل هي بالشتم؟ هل هي بالضرب؟ هل هي بالقصر؟ هل هي بالإكراه؟ هل هي بالظلم والعياذ بالله كما يحصل الآن من بعض الناس؟ أقول بعض الناس، نقول انظروا إلى قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، كيف كان يتعامل مع خادمه أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومن الذي نقل هذه الصورة الجميلة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خادمه أنس يتكلم، وهذا أدعى لتبيان هذا الوصف الجميل للتعامل الأمثل من نبينا محمد صلى الله
عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم قال لي أف. كلمة أف ما قالها، الله أكبر. كلمة أف يعني من حرفين، كلمة تبرم، تضجر، إنسان يتضجر من شيء. يعني الإنسان الآن إذا عامل سوى له شيء مثلا تجده يسبه ويلعنه وإلى آخر ذلك، أو إذا عامل أو عاملة عملت شيء في البيت خطأ مثلا، أو يعني ما أجادت هذا العمل، تجد صاحبة البيت أو صاحب البيت يعني يتكلم بكلام طويل وعريض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك لم يقل لي أف، يعني لم يتضجر مني. ثم قال: وما قال لي شيء صنعته لما صنعته. في أيضا في حديث وفي لفظنا هذا حديثنا هذا، ولا يعني قال ألا صنعت، يعني يتركه على سجيته. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته الحسنة الطيبة. وهذا مثال مع خادمة، فكيف بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع جيرانه، مع بقية الناس، حتى مع غير المسلمين. أيضا جاء في حديث لفظ آخر: ولا لشيء لما لم أصنعه، ولا لشيء لم أصنعه وكنت مأمورا به. يعني لما لم تصنعه، يعني لم يوبخه أو يلومه على ترك هذا العمل. وعن أنس رضي الله عنه، وطبعا يعني أنس لم يرتكب أمرا يتوجه إليه فيه من النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض، ولكن هنا في نهاية الحديث ماذا قال أنس؟ قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. هكذا ينبغي أن نتخلق بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق الحسنة مع جميع الناس، مع جيراننا، مع إخواننا، مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع جداتنا، مع أعمامنا، مع من يعمل لدينا في العمل. وكذلك إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لاحظوا أن هذه المعاملة الطيبة أدخلت أناس كثيرون إلى الإسلام. أذكر حادثة يمكن حدثت لي، يعني جاء رجل بعاملة تعمل لديه غير مسلمة، وقال هذه العاملة تريد أن تسلم، وأخبرني أن سبب إسلامها هو المعاملة الطيبة في البيت لهذه العاملة. لذلك يعني تعجبت من هذه المعاملة الطيبة، وكيف المسلمون يعاملونها معاملة جميلة وطيبة واحترام وتقدير، فدخلت في هذا الدين. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك فلنحسن معاملة من يعمل لدينا، إن كان سائق، إن كان عامل، إن كان عاملة، إن كان موظف. أيضا ترك العتاب على ما فات، وأيضا نتخلق بأخلاق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.